كارت سي اتيري كارت. هاد الفيزا هادي تتعطيك الا خديتي فيزا ديال دولة وحدة تدخل لاخرين، وما تطلبوش شي حاجة كتير، رولوفي وباسبور وفاش خدام. هادي الحالة اللي يعني ديال الهندوراس اللي ما كاين اللي ما يمكنش تدخل ليها، صعيبة فيزتها من هنايا حتى هي خصك، ولا جيتي تجيب معاك الفيزا من المغرب ما يمكنش تسافر، خصك ترجع للمغرب وتعاود تدفع وترجع للمغرب وتعاود تدفع. مثلا ديال بنما، وقتاش غتوصل لبنما؟ قولوا غنديروا بنما فيها اللي الطيارات تيجي ولا غدير ديريكت بنما، غتوصل لبنما من بعد دير امريكا اللاتينية، بقا تدق مع الفيزات. ملي غادي تهبط للبيرو غتلقى فيزتك، لان تيعطيك فيزا من نهار فاش خرجت 3 شهور عندك تقدر تدخل، من بعد تدخل البلاد. يعني بحال قلت لي غطلب بنما، الا بغيتي كاع تسافر من المغرب تجي ناضي غطلب فيزا تاع بنما وتاع البيرو، وتجي ديريكت لبنما تسافر فيها، وتمشي ديريكت للبيرو تسافر فيها، وعاد تبدا السفر ديالك في امريكا اللاتين، باش تقدر تدخلها جوج كلها. اختيار مدرستين. نهبطو لسلفادور، هندوراس، غواتيمالا، نيكاراغوا. هادو راه سي ا كارت، تسمع عندهم واحد لا كونفونسيون بعدياتهم، اتفاقية هي باش يمكن تدخل للبلدان كاملين فيزا وحدة، ولكن تتبقى الكلمة الأخرى للسيد اللي في مكتب الهجرة ولا في الدخلة، يعني إما في الطيارة ولا في المطار ولا في الأرض، السيد اللي غيطبع بالعربية هو اللي غياخد القرار. في الأرض راه العملية في شي شكل آخر، ولكن في السماء في الطيارة راه ما عرفتش، يقدر يرجعو يقدر. المهم غتوصل لنيكاراغوا، عندها واحد مشكلة نيكاراغوا. نيكاراغوا مثلا في السيت تاع كونسولا بوان ام ا ديال المغرب تيقول لك بان بلا بدون تاشيره، ولكن راه هما تيطلبوا لك، كون عا كانوا تيطلبوا تاشيره تجي ساهله، تيطلبوا لك واحد لوتوريزاسيون، وهذيك لوتوريزاسيون تتسنى شهر شهرين باش تاخذها. كون هي كانت فيزا فيزا لا يقاده ولا فيزا على ريفي ولا مهم تليفوني اللي غايطفى اللي عطيتكم شي مفيد هو هذاك اللي نعاود فيديو. نحاول نقصر. نهبطو من بعد نيكاراغوا، هم نيكاراغوا تلقى ليها حل، تمشي للسفارة وتصيفط ميل، داكشي واقيلا غير اونلاين. كوستاريكا خاصك سجل العدلي، خاص الدفعة تكون عندك، يعني الانسان بالله كان جاي يجي ماشي سجل العدلي و مودي في الدار ولا دبر راسك، المهم راه خصو يكون 3 شهور الاخر. بنما هضرنا عليها، خصك عليها هاديك معكسة، خصك عليها وماشي شي دولة اللي زعما عارف هداك القانون متساوش. واقع كولومبيا راه حيدو لينا فيزا 3 شهور، الاكوادور 3 شهور، البرازيل 3 شهور، فنزويلا تنضم فيزا تكون سهلة، ما قلبتش فيها صراحة. الشيلي الا كان عندك واحد في الشيلي يقدر يطلب لك فيزا، سينو خاصك تجيبها معك. البيرو خاصك فيزا تقلع بها من الديبار، او لا الدومينيكان ريبابليك راه واقيلا تيعطيو الفيزا بلا اقامه الحالة الوحيده، او للناس اللي باغين يديروا اقامه راه تقدر ديرها في الاكوادور، تجيب معك غير سجل العدلي وباسبور ديالك وشي اوراق بان عندك فلوس ولا هادي في البنك. المهم سجل العدلي مهم بزاف، احسن انسان يدير وكاله ولا شي حاجه في المغرب ويعطيها لمولين الدار، بحال هكا ديال شي كونط البنكا، وواحده ديال ولا يدير كونط مشروك، وواحده ديال مثلا لا غايشري شي ارض ولا غايشري شي تخربيقه ولا غايبيع ولا اوكا، او انسان خارج مثلا غايسافر مده طويله. شنو باقي لك عندك؟ الارجنتين نشوف مازال نسول لهم، راه تيقبلوا انه يدفع عليهم الانسان بلا اقامه. باراغواي تيطلبوا السجل العدلي، وش باقي اخر؟ برازيل راه تدخل ليها بلاش، اوروغواي ما عرفتش، اوروغواي تنشوف. المهم هادشي اللي كاين بعجاله، غنحاول شي وقيته ندير شي حاجه مفصله ولا كاين شي سؤال. السلام عليكم. Não tinha tarde.